مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. والنهاردة يوم غير عادي، النهاردة يوم كل شعب مصر بتفرح بيه، لأن النهاردة عيد 6 أكتوبر، عيد النصر، عيد تحقيق الذات. إحنا شفنا في عيد النصر فرحة كبيرة من زمان بنشوفها، وإحنا فرحانين بالنصر، وإن شاء الله مصر تفضل طول عمرها في انتصارات. وبهني النهاردة الشعب المصري، وبهني القائد طبعا الأعلى للقوات المسلحة والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتصاراتنا، وان شاء الله مصر تفضل في انتصارات دائما. وهنشوف النهارده العقيد مصطفى محمود هيتكلم النهارده كلمه دليل على حب الشعب وحب الجيش وحب الشرطه مع بعض في احتفاليه حضر فيها السيد رئيس الجمهوريه. نطلع نشوف التقرير مع بعض ونرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اقدم لحضراتكم نفسي مقدم مصطفى محمود، ضابط شرطه طبعا، وانا بعتبر نفسي من جوايا ضابط قوات مسلحه بالاضافه ان انا ضابط شرطه. انا منذ الصغر انا الحمد لله بحب القوات المسلحه زي ما انا بحب الشرطه. والسبب في الموضوع ده ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا فتحتم مصر فاستوصوا باهلها خيرا فانهم خير اجناد الارض، واتخذوا منهم جندا كثيرا فانهم خير اجناد الارض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله انا بعتبر ان ضباط الشرطه بعتبرهم امن داخلي. هم فعلا برضو خير اجناد الارض مثل القوات المسلحه، لان القوات المسلحه والشرطه بيكملوا بعض، امن داخلي وامن خارجي. ومفيش تفرقه بينهم، هم اصلا يعني كيان واحد. ويعني ربنا يحفظ مصر واهل مصر. ويعني انا حبيت اقول الكلمه دي عشان من قلبي، ورب تكون وصلت قلوب حضراتكم. شكرا، السلام عليكم. توجيهات السيد رئيس الجمهورية في 2030 والتحول الرقمي لجمهورية مصر العربية. المعهد النموذجي للدراسات التكنولوجية المتطورة ايدل يؤهلك للتعليم والتدريب والتوظيف، هيحقق حلمك بالمستقبل اللي كنت بتتمناه. يقبل المعهد الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية بمجموع 50% دون التقيد بسنة التخرج. يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.idleeg.net. المعهد النموذجي للدراسات التكنولوجية المتطورة هو الطريق لتحقيق حلمك. العلم المتقدم للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، Scientific Advanced for Computer and Information Technology، يقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية بمجموع 50% دون التقيد بسنة التخرج. يضم العلم المتقدم للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات باقة من الشعب النظرية والعلمية والتي تؤهلك للحصول على فرص عمل كثيرة. شعبة نظم المعلومات الإدارية والحاسب الآلي، شعبة المساحة والخرائط، شعبة الدراسات الصحفية والإعلامية، شعبة الدراسات السياحية والفندقية، شعبة الخدمات الطبية، شعبة التحاليل الطبية. مراجعة نهائية وإرشادات أكاديمية على الإنترنت، تدريب عملي مماثل لبيئة العمل الحقيقية. يمنح الطالب شهادة خبرة أثناء التدريب العملي. التدريب بالفنادق والشركات والمؤسسات والقرى والمنتجعات السياحية. التأهيل والتدريب طبقاً لمتطلبات سوق العمل الحديث. يقبل تقسيط المصروفات، الكتب الدراسية مجاناً. للاتصال على الأرقام التالية 02-37-74-68-81، 012-71-89-77-77، واتساب 012-73-92-55.
55 55، 28 شارع السحاب، متفرع من أحمد كامل خلف محافظة الجيزة بين الهرم وفيصل. العلم المتقدم للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، بوابة الوصول للمستقبل. مشاهدينا الاعزاء، ورجعنا لكم بعد ما شفنا كلمة العقيد مصطفى محمود، وشفنا طبعا قد ايه الجيش والشرطة درع الوطن وسيفه. ونبدأ من هنا حلقتنا، ويسعدنا ان يكون ضيفي وضيفكم اليوم السيد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية للمعلومات الاسبق. اهلا وسهلا بحضرتك. والدكتور هشام فهمي، معاون رئيس مجلس الوزراء الاسبق. اهلا وسهلا بك يا فندم، نورتونا النهارده ببرنامجنا. واحنا شفنا في الفترات اللي فاتت شائعات كتير على مصر، وشفنا حروب كتير كانت موجودة على مصر، بنسميها حروب الجيل الرابع والجيل الخامس. وشفنا في الفترة الأخيرة يعني المشهد اللي شفناه الأسبوع اللي قبل الماضي، إن كان فيه طبعا حرب في السوشيال ميديا جامدة علينا، وده احنا بنقول إن دايما مصر في فتن عليها كتير وفي حروب عليها كتير، مش حرب سلاح. فسيادتك هتقدر بقى تتكلم معانا في المشهد اللي شفناه الفترة اللي فاتت بتوضيح أكتر، والسلام مشاهدين يسعدهم إن هم برضو يعرفوا حقيقة الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر حضرتك أستاذ سمر على إلقاء هذا على هذا الموضوع الهام جدا في هذه الفترة. ولكن قبل ما أبدأ كلامي طبعا لابد أن نقف تحية إعزاز وتقدير لخير أجناد الأرض، رجال القوات المسلحة والشرطة وقيادة مصر على الإنجازات العظيمة، وشرفونا على مستوى العالم كله بمناسبة نصر أكتوبر. الحمد لله العظيم، الحمد لله وشكرا. نيجي عودة إلى موضوعنا بالنسبة لحروب الجيل الرابع. إحنا سميناها حروب الجيل الرابع. ليه بنسميها حروب الجيل الرابع؟ عشان برضو الناس تبقى فاهمة. حروب الجيل الرابع، الجيل الأول اللي هو كان الأسلحة التقليدية، مدفع وقنبلة و و و. الجيل الثاني كان متمثل في القنابل الذرية. الجيل الثالث متمثل في القنابل النووية. النهاردة بقى الجيل الرابع حروب من نوع خاص، حروب لا تستخدم فيها الأسلحة التقليدية ولا النووية ولا الذرية. أسلحة مختلفة، وسائل مختلفة، فكر مختلف، جنود مختلفين، استراتيجيات مختلفة خالص. أسلحة تكنولوجية حديثة. ودي هذه الأسلحة التكنولوجية الحديثة ظهرت مؤخرا مع ظهور أو تقدم ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ الربع الأخير من القرن الماضي، وتطور المستمر التطور اللحظي، وشبكة الإنترنت والسوشيال ميديا النهاردة اللي أصبحوا عامل جوهري وأساسي في حياتنا ولا يمكن أن ننكرهم تماما، وبنعتمد في عليهم اعتماد شبه كامل في جميع استخداماتنا الحياتية في جميع الحياة. المشكلة في بقى النهاردة ان في تغيرات حصلت في هذا المجتمع، في في الجلوبالايزيشن، العالم كله، لازم ان احنا كشعب او كمجتمع ندركها. اول هذه التغيرات ان مع الاعتماد الكامل على السوشيال ميديا والانترنت في مناحاتنا كلها، ظهرت نوعية جديدة من الجرائم، الجرائم المعلوماتية. ودي ليها شق تاني خالص، ان اي جريمة بترتكب على سطح الارض النهاردة ممكن ان ترتكب في جريمة من خلال السوشيال ميديا والانترنت. نمرة اتنين، ان جميع، بصي بقى دي النقطة المهمة، المنظمات الارهابية والوكالات الاستخبارات العالمية تعتمد اعتماد شبه مطلق على هذه السوشيال ميديا في تنفيذ احتياجاتها الإدارية والفنية والتكنولوجية وما إلى ذلك. لدرجة أن أحد السادة قادة الحرب الأمريكيين في معهد الأمن القومي الإسرائيلي في 2004 أعلنها كده، انتهت حروب العسكرية ونحن الآن في الحروب المعلوماتية. يعني إيه حرب معلوماتية بقى اللي بتعتمد على المعلومات؟ حرب بتهدف إلى إحباط المجتمع وإفقاده السيطرة وزعزعة أمنه واستقراره وتوجيهه إلى الوجهة التي يريدها المهاجم. احنا طبعا شفنا في الفترة اللي فاتت زي ما حضرتك قلت ان احنا شفنا مخاطر كتير على مصر، وشفنا تمام اللي هي الحروب المعلوماتية. دلوقتي الحروب ما بقتش سلاح، وبرضو حضرتك اكدت نقطة قلت رغم ان هي في خطورة برضو هشام بيه على الحروب اللي هي السوشيال ميديا، ولكن ما فيش استغنى عنها. يعني احنا مش هنقدر نستغنى عنها، ولكن احنا عندنا مخاطر منها كتير.
فوجهه نظر برضه هشام بيه من ناحيه برضه كشباب ومن ناحيه شبابنا ان احنا ازاي ان احنا نقدر نحافظ على جزء كبير من شبابنا وعاداتنا وتقاليدنا في صحيح. الحروب اللي احنا شايفينها برضه. صحيح. في البدايه طبعا كل سنه والشعب المصري وقواتنا المسلحه وكل مؤسسات الدوله طبعا الجيش والقضاء وكل الشعب المصري بخير، وبمناسبه طبعا انصار يعني انتصارات 6 من اكتوبر، وكما ذكرت في مقال اليوم اكتوبر القائد والمعلم، وما زالت حتى في الاحتفال في 2019 بالفعل اكتوبر بناخذ منه كثيرا من الدروس والعبر، فما زال هو القائد والمعلم. يمكن طبعا سيره اللواء صحيح يعني أسلك صدورنا بهذا الحديث الذي تكلم فيه عن الحرب المعلوماتية. وبكل بساطة كده لو كان في يوم من الأيام تكلفة الحروب عالية، دلوقتي بدأت بعض الأعداء يفكروا إن إحنا إزاي نعمل حروب بزيرو تكلفة. الشعب من داخل الشعب إزاي يتم إنك أنت تأكل أكبر كتلة صلبة داخل أي مجتمع عن طريق أبنائه ذات نفسه. وده اللي حصل يمكن في الفترة اللي فاتت، بداية من ظهور بعض الأحداث من 25 يناير حتى تاريخه في فترات متعاقبة، كنت أنا يمكن بنمثلها كده زي الموج، يعني ساعات تعلى وتوطى زي موج البحر. يمكن العامل الأساسي أو البذرة اللي كان بيعتمد عليها دايما الأعداء في هذا الموضوع هم الشباب. الشباب أقل خبرة، الشباب دائما متسرع في جني الأرباح. من السهل جدا ان انت عن طريق بعض برامج السوشيال ميديا ان انت تدخله لوحدك بدون اي رقيب، بدون محاضرات، بدون اي حاجة، هو قاعد في الأوضة بتاعته، انت بتدخله من على التليفون بتاعه فبيسمع الفيديوهات بتاعتك زي ما هو عايز، بتشكل عقليته ووعيه وكيانه زي ما انت محتاج فعليا. يعني لا محتاج ان يبقى في سفر من بلد لبلد عشان خاطر تلجأ له. ارجح ان الموضوع لازم يكون في وعي برضه طبعا 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 لان احنا شبابنا معرضين لخطر هذه الهجمه. وبالمناسبه يمكن يوم 20 سبتمبر يوم 29 اللي فات هو حقيقه نقطه فاصله في حياه الدوله المصريه بالنسبه لحروب السوشيال ميديا. تمام، مهما كان في ما حدث في 25 يناير او حتى ما حدث في 30 يونيو، تمام، لكن 29 كان لها طابع مختلف. 29 كان كلها قائمه على السوشيال ميديا، يعني كاد يكون كانت الثوره كلها، تمام، او من يدعي ان هناك كانت ثوره كانت كلها موجوده على الفيسبوك، ما كانش في حد في الشارع والكلام ده كله، تمام. فكيف تم ادارتها؟ فرحة للمصريين شفناها، وشفنا ترابط برضو يا سيادة اللواء مع الشباب ان هي نزلت وايدت وقالت ان الشائعات دي مش موجوده، ونزل كتير صور ان ما فيش مظاهرات. استاذ سامر، عاوزين نوع على حاجه مهمه قوي، يعني طالما بنتكلم عن حرب معلومات. تمام يا فندم. عاوز اقول لاولادنا وشبابنا، مش اي معلومه شخصيه او وظيفيه او خاصه بالدوله تحطها على الاكونت او على الفيسبوك او البيج بتاعتك. ليه بقى؟ لان حرب المعلومات اللي بنتعرض لها، وزي ما اشار الاستاذ الدكتور هشام دلوقتي، مهمه جدا، بتستهدف الشباب والاطفال باعتباره يعني يمكن مش مدرك خطوره واهميه المعلومات ديت. لا، في اجهزه عالميه زي ما قلت في الاول، اجهزه استخبارات عالميه ومنظمات ارهابيه بتتصيد الشباب والاطفال من سن صغير عشان تربيهم. وبالتالي بنقول لك ان حرب المعلومات دي بقى اللي بنتعرض ليها شبابنا من خلال 3 روافد مهمين جدا. ايه هم؟ نمره 1 الهاكينج، قرصنه معلوماتيه، بحيث ان هو كل واحد معرض ان هو يحط بياناته الشخصيه او وظيفته او مكانه او علاقاته الاجتماعيه تتعرض انها يتم الهاكينج بتاعها، اختراقها، قرصنتها الكترونيا، وبيتم عمل حاجات بيها كتير يعرفوا حتى حضرتك يقدروا يعرفوا من حجم اللايكس والكومنت المود العام بتاع الشعب شكله ايه، بيقدروا يعرفوا الحالة المزاجية بتاعت المجتمع. ولا يمكن ان ننكر ان السوشيال ميديا زي ما قال الدكتور دلوقتي هي عامل مؤثر جدا 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 في تكوين وتشكيل وتوجيه الرأي العام الرأي العام الداخلي. برضه يا ست اللي هو ان العيون معانا في كل وقت في السوشيال ميديا، بيقدر اللي هو يعرف
خطواتي، بيقدر يعرف انا بفكر في ايه، بيقدر يعرف ازاي ان انا اكون حضرتك في باور انجن جامد جدا، اجهزه تحليل معلومات غير عاديه انت لا تتصورها ولا انا. تحليل المعلومات دي يدخل بقى على الشق الثاني اللي هو غير الاشاعات اللي احنا قلنا قرصنه المعلومات بيستفيد بيها. نمره اتنين بقى يدخل بقى زي ما قلنا قبل كده ان هو يدخل يبخس بقيمه وحجم الانجازات اللي تمت في الدوله. انا بقى عاوز اسيبك بالاحباط، عاوز ازعزع الثقه وعامل النفسي. ايه الكباري دي؟ ايه الطرق دي؟ لازمتها ايه؟ اللي ايه اللي ايه؟ كلام بقى يشعر للي هو ما عندوش الوعي والشعور الوطني، يبتدي ان هو ايه يجي له احباط. نمرة ثلاثة بقى الشائعات. عنده لجان إلكترونية متوغلة ومتخصصة في اكتذاب الشباب والأطفال فيما يبث من شائعات. عشان بقى في نقطة مهمة حضرتك لازم ناخد بالنا من أجهزة الدولة والمسؤولين. انت لما تيجي تكذب إشاعة النهاردة بتقول لا ده ما حصلش وخلاص، لا. النهاردة إطلاق الشائعة أصبح فن وعلم بالتكنولوجي، وبيدولك بالجرعة أنها إيه تدخل بسهولة وتنتشر بسهولة. لا، احنا عاوزين دايما نراعي ان مواجهة الشائعات لابد ان يدخلوا فن نسوق لإجهاض الشائعات. تسويق مهم جدا. حتى انجازات الدولة اللي بتتم النهاردة دي كلها انجازات العظيمة جدا بينقصها التسويق عشان المواطن المصري يعرف بقيمتها. انت قلت له عملت لك طرق، طريق السويس كذا وكوبري كذا وطريق الجلالة والمشروع الغاز ومشروع. المواطن البسيط اللي هو السواد الاعظم عاوز يفهم ايه المردود الايجابي من هذه المشاريع. لازم نتواجد بكثافة على السوشيال ميديا زي ما كان في المؤتمر الشباب، عفوا للإطالة معلش يعني لا دي مهمة جدا. احنا النهاردة موجودين وشبابنا وبنحاول ان احنا يمكن الدكتور صحح لي، في مؤتمر الشباب اللي حضره السيد الرئيس شرف والسيد الرئيس كان في احصائية بسيطة وقالوا كده ان 48% من المتصلين بوسائل الاعلام بصفة عامة بيعتمدوا على السوشيال ميديا. صحيح. 48% بيعتمد على السوشيال، وبعدين بقى الاخبار والجرايد والتلفزيونات. لا، يبقى انا اتواجد. ان ما كنتش هتحاربني وتواجهني بنفس السلاح التكنولوجي مفيش فايده. فالحمد لله الفتره اللي فاتت زمان الدكتور دلوقتي احنا نزلنا يوم العشرين ده ولا 21 كلام الفاضي اللي اتقال ده، الحمد لله كان فخر لمصر كلها ان الشعب واعي بالرغم من الازمات اللي تعرض لها انه عارف يحافظ على وطنه وبلده. صحيح. ده بيدل ان شعبنا برضو طبعاً. عنده ثقافة وشعبنا طبعاً. قدر ان هو طبعاً. يفهم الموقف بسرعة. وشفنا برضو بعض القنوات المعادية لينا ان هي بقت تنزل فيديوهات موجودة للمنتخب او موجودة لاحتفاليات الكاس اللي كان موجود السوبر، ونزلته بترتيب اصوات تانية ان مظاهرات وحاجات غريبة. فبرضو وجهة نظر هشام بيه برضو ازاي ان احنا نقدر نواجه الاشاعات اللي موجودة، وازاي احنا نقدر نواجه الحروب اللي هي موجودة، حروب الجيل الرابع والجيل الخامس، وخصوصا ان اولادنا كلهم دلوقتي اصبحوا مدمنين سوشيال ميديا. يعني قاعدين على السوشيال ميديا 24 ساعة، ماسكين الموبايل، ماسكين اللاب، ماسكين الكمبيوتر، فبقت حياتهم كلها سوشيال ميديا زي ما احنا قلنا مفيش الاستغناء عنها، ولكن هي فيها خطورة كبيرة. صحيح، هي محتاجة رقابة وتنظيم. خلينا برضو نأكد على ان يمكن العنصر الشبابي داخل اي بيت دايما بيبقى عنصر مؤثر. يعني حتى لو الاب عنده معلومة ممكن الشاب يقدر يعني ما يشككوا فيها، تمام، بسبب كثرة جدال الشباب. وده كله بنلاقيه في بيوتنا، الامر اللي بيبقى امر طبيعي يعني. لكن ما تم إثارته في الفترة اللي فاتت حقيقة يحتاج مننا كدولة زي ما قال كده معالي اللواء طبعا مشكورا، أن فعلا يبقى في بعض المحاور كلها نشتغل فيها مع بعض. أول هذه المحور هو المحور تسويق ما يتم من إنجازات في الدولة المصرية، تمام. كان يتم هذا التسويق فترة من الفترات عبارة عن بيانات، تمام. البيانات ممكن تقرأ وممكن لا تقرأ، تمام. كان يتم تسويقها عن طريق المتحدثين الإعلاميين، يكاد يكون دلوقتي مفيش غير المستشار هاني يونس اللي هو متحدث باسم مجلس الوزراء هو بس اللي بيطلع على صفحته، وباقي المتحدثين مفيش حد منهم بيطلع على الصفحة بتاعته حتى الشخصية بتاعت الفيسبوك. فاحنا حقيقة في بعض الإجراءات لابد أن نخلي بالنا منها ونتبعها عشان خاطر في الآخر، تمام، نقول والله هذه المؤامرة نقدر ان احنا نفتتها، ما تبقاش جاية بنفس الكتلة بتاعتها.
الامر الثاني اللي هو امر ان الكوب الفارغ لو انت ما شغلتوش سيجد او انت ما مرتوش سيجد من يملأه. تمام، احنا عندنا خلينا ان في كوب فارغ تمام مع الشباب. في كثيرا من الشباب على مستوى المحافظات بيحب العمل التطوعي، بيحب السياسه. تمام، لاما حضرتك تشوف له طريق لينضم الجمعيات الاهليه فيتم تعديل قوانين الجمعيات الاهليه زي ما امر رئيس الجمهوريه في هذا الشأن، لاما الانضمام لاحزاب. تمام، طبعا مش هنتكلم عن الاحزاب وكلنا عارفين الحياه الحزبيه عامله ازاي في مصر، بس هو احنا ما عندناش سبيل غير كده، سبيل لاما هذا الشاب. تمام، لان هو عنده وقت فراغ، وقت فراغ قاتل زي ما يعني حضرتك تقصد تقول ان احنا من خلال الجمعيات الاهليه اللي موجوده ومن خلال الاحزاب المفروض ان يكون ليهم دور كبير مع الشباب والمراكز الشباب اللي موجوده والانديه اللي موجوده، ان احنا نحفز الشباب ونديهم دورات ونديهم ثقافه معينه، ان احنا نعرفهم ان احنا في عدو قدامنا، عدو مستنينا، عدو مش بسلاح، عدو عايز يدمر، عدو بمعلومه، عدو بكلمه، عدو بنكته. هو بيقول لك النكته دلوقتي يعني مثلا زي ما حصل يعني اول امس طبعا تخفيض للمواد البتروليه، وبالمناسبه يعني كويس ان احنا الحلقه دي جايه في هذا الميعاد. تمام، رقم واحد المواد البتروليه لما صدر لها القرار تم تشكيل لجنه لمراجعه هذه الاسعار كل 3 شهور. تمام، كل يعني ربع سنوي في السنه، فهو ميعاد الانعقاد الطبيعي يوم 11 لا لها علاقه باحداث 20 ومربوط بالسعر العالمي بالظبط كده، ثم النزول بتاع السعر العالمي لا يتجاوز ال 7%. فالخمسة جنيه اللي نزلت خلي بالك احنا كان امل حياتنا ان احنا نعمل عمليه تثبيت، كون ان احنا ننزل ربع جنيه فيما يعادل 5 جنيه في الصفيحه، ده في حد ذاته تمام بيدي 3 شهور لقدام او ممكن اكثر من 3 شهور لقدام كثيرا من اصحاب الصناعات المختلفه ان هو يعمل عمليه تثبيت حتى. تمام، انا يعني مش هقول لسعادتك تمام ان انت هتحس مثلا بالنقص التام في السعر في السلعه، ولكن انت هيبقى في تنافس بين كثيرا من المنتجين والموردين بحيث والله هنا ينقص 100 جنيه هنا ينقص، كله في الاخر بيصب في مصلحه المواطن. لكن كثيرا من بطء الدوله في قراراتها وبالذات في الجهاز الاداري هو ده اللي مسبب المشكله. يعني بالمناسبه تمام انا كنت في مركز ابو تيج الاسبوع الماضي فاتكلموني على مشكله في غايه الاهميه اللي هي مشكله فتح الحلقات بالنسبه لتجميع القطن. طب انت عارفين ان القطن ده ملهوش مورد الا الدوله، يعني المواطن مش هينفع يخزنه، هو الفلاح بيزرعه وفي الاخر بتاخده الدوله. احنا النهارده بنتكلم مثلا في اواخر موسم الجني، لماذا يا سياده وزير الزراعه حتى تاريخه، وانا بعت لسعادتك رساله على الواتس وكلمت المعاون الخاص بسعادتكم الدكتور محمد القرش وكلمت وكيل الزراعه في اسيوط. تمام، وقال احنا والله في لجنه بتنعقد عشان خاطر تقرر السعر، وهذه اللجنه لم تنعقد لي من 15 يوم او من 20 يوم او من شهر. يعني ايه اللي يخلينا دلوقتي يعني في نهايه الموسم؟ يعني هشام بيه برضه بيتكلم على التباطؤ في ايوه طبعا انا ده بفتح مجال بيعمل فجوه او بيعمل انا بفتح كتير. مجال النهارده إن, ان ان شاب يصور هذه الاكياس، اكياس اللي هو الذهب الابيض بتاعنا عشان ينزله على السوشيال ميديا ويقول لك والله الدوله ما خلتوش، والفلاح ما عندوش بديل تاني. يعني الفلاح بيستنى موسم القطن ده عشان خاطر يسدد التزاماته، ده رقم واحد. رقم اتنين تمام ان هو معلش لو في اي مثل فرح بنته فرح ابنه الكلام ده كله دي امور انا ما اعرفش ليه البطء فيها. يعني انا ما اعرفش ازاي السيد وزير الزراعه تمام عارف ان احنا في موسم قطن، عارف ان احنا في موسم رمان بالنسبه للمركز البداري تمام، وده برضو اتعرضت عليه هذه المشكله كارثه. النهارده رمان التصدير بيتباع ب 2.5 جنيه، رمان التصدير رمان اللي معلش تمام اتحدى يعني ان ممكن مثلا يتجاوز $3 او $4 في التصدير، وسايبه البلد للتجار عشان خاطر ياكلوا الفلاحين والمزارعين بدون اي رقابه وبدون اي تدخل، وفي الاخر لغايه ما ربنا يكرمنا واللجنه تنعقد يكون الموسم خلص. يعني انت حضرتك شايف ان دور الرقابه لازم يكون فيه متواجد على طول، ده حقيقه، وتكون الدوله دايما سابقه خطوه، يعني دايما كويس رفع فتح سيسي دايما كده حتى في حاله العشوائيات اللي حصلت يمكن في احد المؤتمر قال لهم انا عايزكم تبقوا سابقين خطوه. فانتوا عارفين ان في موسم رمان جاي والله نزل سعر، انتوا عارفين ان في موسم قطن، وانتوا اصلا اللي مديين الفلاح البذور
يعني انتوا مدين الفلوح الفلاح البذور، انا ما اعرفش صراحه، مش لاقي لها مبرر. واتمنى من السيد وزير الزراعه ان شاء الله تمام ان يكون بيسمعنا في هذه الحلقه ان شاء الله ويستعجل في هذا، ويكون في قرار للسيد وزير الزراعه، ويكون في قرار ان شاء الله لفتح الحلقات بس فقط، مش بتكلم على الفلوس، افتح لم من الفلاحين. ونرجع نقول الرقابه برضو، حضرتك قلت التقاعس والروتين والرقابه، وعايزين نعرف بقى الرقابه للحفاظ على شبابنا من مخاطر السوشيال ميديا. طيب. ست اللواء، انا هو بس في نقطه عاوز اعقب عليها الدكتور قالها، الرقابه وساعتك طول الرقابه، ما الرقابه موجوده، انما توقيت الرقابه صح، توقيت الرقابه اللي احنا بنسميه يعني في التكنولوجي الريسبونس تايم، اللي هو سرعه الاستجابه. النهارده في عصر التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، احنا في عصر القنوات الفضائيه والفضاء المفتوح، مفيش حاجه بتستخبى، كل حاجه بتطلع. انا ممكن اعمل منبر اعلامي من خلال السوشيال ميديا فيسبوك، وانزل يبقى ليا قناه اعلاميه ويوتيوب وكلام من ده، وكل حاجه بتطلع. فما كنتش انا اكون عندي سياسه المبادئه وانا ارد واجهد الشائعه، ما سيبها زي ما تقول تنمو وتنمو وتنمو واستنى من خلال جدل. فادريس مستر، نيجي بقى نقول لحضرتك ايه بالنسبة للمخاطر والتهديدات شبكة الانترنت والسوشيال ميديا التي تهدد مجتمعنا. وزي ما قلنا ان الشباب والاطفال مستهدفين، ليه؟ لان احنا النهاردة يا استاذ سامر اصبحنا نعيش في الفيرشوال فاميلي، الاسرة الافتراضية. بمعنى ايه؟ الاب والام مشغول في اكل عيش او في شغل، وساب الاطفال وبتاع بالموبايل بتاعه، ايه العب يا حبيبي بتاع. كنا زمان واحنا صغيرين، عفوا، عاوز اعرف معلومه يا بابا يا ماما يا اخواتي يا كبار من الناس، الاستاذ بتاع اديني معلومه. النهارده مفيش طفل بياخد معلومه، والاب والام عاوزين يا ابني خليك معاك التليفون. فالاب زي ما قال الدكتور النهارده، حتى مشكله ان الابن بيجادل، ليه؟ لان انت يا اب او يا ام سيبتيه ياخد السورس المعلومات من حته تانية غير فكرنا احنا، غير فكرنا. وبالتالي احنا بنقول لابد ان يكون هناك في تحجيم لهذه المخاطر والتهديدات. واللي انا بقوله، يجب ان نستخدم هذه السوشيال ميديا والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، نستخدمها في الصالح العام، ولا نسمح لها ان تستخدمنا فيما يرغبه المتآمرين على الدوله. تمام كده؟ تمام. وفي هذا الاطار احنا بنقول لكل مواطن بقى، لكل مواطن يتعرض الى اي جريمه معلوماتيه او رصد موقع إباحي أو موقع إرهابي أو ناس بتطلق شائعات، في إدارة في وزارة الداخلية اسمها إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات تجاوزا مباحث الإنترنت. دي موجودة بالفعل، ودي ممكن أنا يعني مد الإعداد في عرضه. موجودة، نشوف، لا ياريت نشوف الصور بتاعتهم برضو موجودة في مباحث الإنترنت دي بالظبط كده يا فندم. دي مباحث الانترنت، دي هندخل بقى على السلايد تاني. دي المقر الرئيسي سعادتك في ميدان العباسية، ودي ارقام التليفونات الارضية اللي ممكن لاي مواطن يرصد شائعة او يتعرض لاي جريمة. يعني احنا نقول للسادة المشاهدين ان دي الارقام اللي موجودة لمباحث الانترنت ومباحث السوشيال ميديا بالزبط. اي حد يشوف حد بيحرض على العنف او التطرف او اي نوع من انواع الشائعات اللي موجوده على السوشيال ميديا، يقدر يتواصل مع الارقام اللي هي موجوده حاليا على الشاشه. وفي هوت لاين 108 تحته، 108 ده هوت لاين 108 108 من اي مكان. بس بنقول للمواطن لو جات لك رساله تهديد او رصدت موقع، انت تبلغ على طول الانترنت وما تلعبش في اي رساله جات لك او 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 كلام من. وبعد كده في حتى اهالينا في الصعيد واهالينا في وجه بحري كلها، ليه برضو في الناحيه التانية في غرب الدلتا. تمام، غرب هنا الدلتا برضو دلتا. في السلايد دي موجود في مديريات الامن سعادتك، واللي بعدها كمان، يعني في مديريات الامن بنجد اقسام مخصصه لتلقي بلاغات الساده المواطنين، لان مش هقدر اقول لكل المحافظات تعالوا مصر القاهره هنا. فبنقول لهم هذا الكلام، ان هو في عندهم في مديريات الامن جهات ممكن يبلغوا عنها، يبلغوا باي جرائم. دي رساله توعيه للساده المشاهدين اللي هم موجودين. وفي بقى اهم حاجه، ده اللي بيبلغ. عندي كمان قانون، القانون في صدر قانون في 2018 175 لسنة 2018، وبرضه موجود سعادتك كده. ليه محاور القانون ده؟ عشان نقول أي واحد تسول له نفسه ارتكاب جريمة عبر السوشيال ميديا، تهديد، سب وقصف، إطلاق شائعات، زعزعة أمن واستقرار البلد، دخول مواقع اختراق، هاكينج، كل الجرائم دي كلها، ابتزاز جنسي مالي عقلي ما إلى ذلك، كل ده
في قانون 175 لسنة 2018 ده بيواجه مثل هذه الجرائم بعقوبات مغلظة جدا ويمكن موجودة. والقانون ده أهم حاجة أنه هو في قانون رادع لهذه الجرائم اللي موجودة والابتزاز. وبعدين كانت المشكلة أساسية إن, إن, أن في الدليل بتاع الجريمة دي بتاع الجرائم اللي بيتم على السوشيال ميديا اسمه دليل ديجيتال إيفيدنس أو دليل إلكتروني. النهاردة القانون ده أصبغ الحجية القانونية على هذا الدليل فأصبحت ما بقتش قرينة قدام السيد القاضي، لا أصبح دليل. يعني لما أنا أشوف بعت لي رسالة بكذا كذا أصبح دليل بيستخرجها السادة الضباط. وعمل حاجة تانية جميلة جدا إن هو حط ضوابط للتنسيق الدولي، تنسيق التعاون الدولي، لأن هذه الجرائم جريمة مستمرة وجريمة تتم عبر الحدود. يعني من هنا زي مثلا الراجل اللي قال الكلام واللي نزل فيديو بتاع كلهم من بره مصر، ازاي باتفاقات تسليم وتسلم المتهمين ان احنا نقدر نضبطهم. ده مجمل القانون. انما مع وجود اداره بقى، ده المهم، مع وجود اداره لتلقي بلاغات المساعده المتهمين ومكافحه هذه الجرائم، ومع وجود هذا القانون ويبقى دايما اقولها خط الدفاع الاول لمواجهه هذه المخاطر والتهديد يكمن في التوعيه المجتمعيه اللي احنا بنقولها النهارده. ده خط الدفاع الاول، التوعيه المجتمعيه. لازم تفهم ان انت يا أسرة يا مجتمع يا دولة مستهدفين بحرب معلوماتية قذرة عفوا من الخارج من أعداء الوطن. وبالتالي نفهم كده. هتقولي برضو بقى إيه؟ طب إزاي أنا كمواطن أعرف إن دي شائعة مش شائعة؟ مش كده؟ أعرف كده الخبر إذا كان صح أو صح أو غلط. أولا لازم تبص على المصدر الخبر بتاعك، وبحسر اي مواطن مش تقول شير على طول، كل ما يشوف معلومة يقول شير. يعني مثلا ايه بنزين مش شير شوفوا جاي من مين. لو لقيته جاي من جهة رسمية طب خلاص ده خبر صح. لو لقيته جاي من شخص معين ادخل على الاكاونت بتاع الشخص ده وشوف توجهه شكله ايه وشوف البتاع، لان الشكل العام بتاع الشكل العام والفكر بتاعه هتقدر تاخد كلام كده. يعني الفيسبوك النهاردة حضرتك اكتر من 20 مليون فيك اكاونت مطلعهم وبيلغيهم. يعني النهاردة الحرب المعلوماتية اللي تعرضنا لها مؤخرا، يمكن تويتر لو سعادتك عرفت يا دكتور ان هو الغى اكتر من ملايين، كانت هجمات شرسة على الوطن وترندات وبتاع عشان يعلوا ترند هاشتاج مش عارف ضد مصر وضد مصر وكلام فاضي. فبنقول برضو خلاصة الكلام التوعية، شغل دماغك قبل ما تدوس كليك قبل ما تدوس شير، افهم كويس قوي ان انت مستهدف. احنا زي ما حضرتك قلت طبعا دي رسالة توعية لشبابنا ولكل أسرة مصرية موجودة في المجتمع، ان احنا لازم يكون في برضو دور رقابي على أولادنا. لازم نعرف نعرف أولادنا الصح من الخطأ، لازم نعرف ان يكون إيجابيين قدام السوشيال ميديا، ناخد منها الشكل الإيجابي والشكل السلبي بتاعنا نحاول ان احنا نتركه، او نحاول ان احنا نحذف كل شخص سلبي او كل شخص بيعنف على او بيحاول على تحريض العنف او تحريض تطرف او اي تحريض في الدولة. لان مصرنا طبعا احنا شفناه في الفترة الاخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شفنا انجازات كتير موجودة، شفنا مشروعات كتير موجودة. وده يمكن الهجمات الشديدة اللي عندنا دي برضو دكتور هشام بسبب الانجازات اللي احنا شفناها بسرعه الصاروخ والمشاريع الكبيره اللي احنا شفناها. هم عايزيننا نتاخر بالدوله، ولكن الدوله بتتقدم اراده الله طبعا ومجهود كبير من السيد رئيس الجمهوريه وطبعا جيش مصر الحبيب. وده يدل ان مصر ماشيه في طريقها الصحيح. وبرضو عايزين نعرف من حضرتك لو حبينا برضو نوعي شبابنا نقول لهم ايه. صحيح، هو طبعا في جزئيتين في هذا الموضوع. الجزئيه الاولى اللي هي جزئيه ان اغلب الحروب اللي بتحصل على السوشيال ميديا يمكن في الوقت الحالي مثل الحروب القديمه هي حروب اقتصاديه في الجانب الاول. تمام، حروب اقتصاديه دايما بتستهدف حاجتين، الاقتصاد بتاعك هل هو بيتم اصلاحه والدنيا الحمد لله يعني شغاله فيه، تمام، فهم بيتعفرطوا من هذه الجزئيه، لان اصلاح النظام الاقتصادي معناه الى حد ما استقرار. ان الدوله بالضبط دخلت في مرحله الاستقرار. ثم رقم اتنين اللي هو تقوية الجيش بتاعك، بحيث ان الجيش بتاعك يبقى هذا هو الدرع والسيف الذي يحمي هذا النظام الاقتصادي ومن داخله الشعب داخل اي اقليم. يمكن الجزئيتين ده الهمة لما بيتم تقويتهم في اي دولة دايما الاعداء يعني بيحصلهم عملية هستيريا من هذا الموضوع. ده اللي احنا يمكن لاحظناه في الفترة اللي فاتت، الرئيس عبد الفتاح السيسي حقيقة قوى الجيش المصري كلنا لاحظنا بدون اي ذكر لاي معلومات. يعني الجزئية الثانية اللي هو جزئية الإصلاح
الإصلاح الاقتصادي، وكيف أن الإصلاح الاقتصادي تمام كل المنظمات الدولية كانت قالت أن مصر مستحيل هتعمل هذا الموضوع في هذه الفترة الزمنية القليلة، ولكن الحمد لله رب العالمين بإرادة القيادة السياسية وباختراقها لملفات مستحيل كان غيره يقرب منها أو يفكر فيها. هو سيادة الرئيس قال والله ان هذا الملف انا عارفه انه شائك، وانا عارف انه سبب مشاكل المصريين، ومع ذلك المصريين انا عايزكم تقفوا جنبي، انا عايزكم في هذه الموضوع نبقى ايد واحده ونبقى متحدين تمام. وبالفعل ما يتم تحقيقه الان هتحسوا انتوا بيه بعدين، اي مكان بقى التفاصيل جوه، سواء هذا الموضوع تم بسرعه نأخر شويه ما نأخرش شويه، اي مكانت هذه التفاصيل، لكن الحمد لله رب العالمين كلنا شايفين المدن الجديده تمام. وهذه المدن بالمناسبه تمام كميه العماله اللي موجوده فيها تمام وموجوده في كافه المحافظات. انا طبعا عارف وفي بعض المواطنين تمام بيسمعوني دلوقتي بيقولوا لي الداخل المصري ذات نفسه ممكن في عمليه ضغط على الأسرة المصرية اللي هي في الداخل. أنا عارف ومتفاهم كل هذه المبررات، ولكن أقول لكم تفائلوا، لأن بداية الغيث قطرة تمام ونزول بعض المواد البترولية إن شاء الله هتشاهدوا هذا الكلام خلال الشهرين اللي جايين تمام، إنها تحصل حركة كبيرة، لأن كثيرا من رجال الأعمال هو شايل فلوسه وخايف تمام، وكان أقرب طريق ليه هو طريق البنك تمام، يروح يحطهم وديعة وفي الآخر ياخد مقابل الوديعة تمام، يدفع مرتبات لشركته ومفيش إنتاج، وده عمره ما هيخلي أي دولة تقدم. بالمناسبة كان في تقرير لسه يمكن عرضه الدكتور محسن عادل على صفحته من حوالي كام يوم تمام، إن دولة الدنمارك نزلت الفايدة سالب 25 من واحد تمام، وده في حد ذاته حاجة، يعني أنت حضرتك بتروح تحط فلوس هتدفع عليها تمام. عندنا احنا هنا الحمد لله ان البنك المركزي كل شهر يكاد يكون بينزل ان كان نص درجه او الكلام ده كله، ده في حد ذاته هيبدا يشجع رجال الاعمال على الاستثمار. وانا برضو من صحتك وبالنسبه لاي دوله متقدمه هو الامن والامان، واحنا تحقيق الامن والامان اولا ده بيبقى اساس اي دوله في طريقها الصحيح والتقدم اي دوله في المجتمع اللي احنا موجودين فيه. واحنا شفنا امن وامان، شفنا زي ما حضرتك قلت تحقيق مشروعات كتير اقتصاديه، شفنا انجازات كتير في جميع المجالات في الزراعه وفي الاسكان. ونطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا مع بعض بعد الفاصل. في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهوريه في 2030 والتحول الرقمي لجمهوريه مصر العربيه، المعهد النموذجي للدراسات التكنولوجية المتطورة ايدل يؤهلك للتعليم والتدريب والتوظيف، هيحقق حلمك بالمستقبل اللي كنت بتتمناه. يقبل المعهد الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية بمجموع 50% دون التقيد بسنة التخرج. يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.idleeg.net. المعهد النموذجي للدراسات التكنولوجية المتطورة هو الطريق لتحقيق حلمك. العلم المتقدم للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، Scientific Advanced for Computer and Information Technology، يقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية بمجموع 50% دون التقيد بسنة التخرج. يضم العلم المتقدم للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات باقة من الشعب النظرية والعلمية والتي تؤهلك للحصول على فرص عمل كثيرة. شعبة نظم المعلومات الإدارية والحاسب الآلي، شعبة المساحة والخرائط، شعبة الدراسات الصحفية والإعلامية، شعبة الدراسات السياحية والفندقية، شعبة الخدمات الطبية، شعبة التحاليل الطبية. مراجعة نهائية وإرشادات أكاديمية على الإنترنت، تدريب عملي مماثل لبيئة العمل الحقيقية. يمنح الطالب شهادة خبرة أثناء التدريب العملي. التدريب بالفنادق والشركات والمؤسسات والقرى والمنتجعات السياحية. التأهيل والتدريب طبقا لمتطلبات سوق العمل الحديث. يقبل تقسيط المصروفات، الكتب الدراسية مجانا. للاتصال على الأرقام التالية 02 37 74 68
81 012 71 89 77 77 واتساب 012 73 92 55 55 28 شارع السحاب متفرع من أحمد كامل خلف محافظة الجيزة بين الهرم وفيصل. العلم المتقدم للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بوابة الوصول للمستقبل. ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنتكلم مع دكتور هشام برضو. في كتير مننا من الشباب بيقع فريسة في السوشيال ميديا تحت احتيال ونصب وتحت زي ما قلنا شائعات وحاجات كتير. نقول لهم ايه الشباب دول عشان نحاول صحيح. لهم يحفظوا نفسهم ويبعدوا عن الوقوع في الاخطاء اللي احنا بنتكلم فيها. صحيح. الشباب عشان ما يقعوش في هذه زي ما بيقولوا كده الحفرة الكبرى. تمام. لابد ان يكون في اتصال باي كيان الى حد ما يعمل لهم عمليه توعيه والى حد ما يمدهم بالمعلومات. على ما اظن ان هذا الكيان يعني هم اتنين ما فيش ثالث. تمام. قصه الائتلافات والتجمعات اللي كانت موجوده في فتره وليس لها غطاء قانوني. تمام. على ما اظن لن تسمح بها الدوله وانا ما اظنش ان الافراد هيفكروا فيها. فاحنا دلوقتي امام خيارين ما لهمش ثالث. الخيار الاول هو خيار الجمعيات الاهليه لمن يريد ان يقوم بعمل تطوعي بعيدا عن السياسه، لان الجمعيات الاهليه ما لهاش ان هي تمارس سياسه. رقم اثنين الانضمام للاحزاب. هتاخدوا كلكم نفس دلوقتي. تمام. قدام الشاشه. طب ما انت عارف ان الحزب الفلاني الف هو المسيطر واحنا الحزب ده ما عجبناش. أيوة بالناس اللي موجوده فيه. فعلا ايوه. ما انا بقول لك اهو. تمام. انا بلف في المحافظات وبسمع هذا الكلام. بقول لهم والله تمام ان بعد الحزب الف ده في معاك لغايه 5 احزاب تاني. في رقم 2 ورقم 3 ورقم 4 ورقم 5. يمكن انا برضو عايز اعقب بس في جزئيه. انا سمعت برضو يعني بعض القيادات بعض الناس بتقول لك احنا ما بنسمعش عن الاحزاب الا وقت الانتخابات. صحيح. برضو سيادة اللواء نسمع برضو يعني ايه رأي وجهة حضرتك في ان الاحزاب بعيدة كل البعد عن الشباب وبعيدة كل الوضع عن المجتمع وفي فترة معينة بنلاقيهم موجودين بس في وقت الانتخابات. طب حضرتك يعني هنقول ايه اكتر من كده؟ يعني سيادتك بتقول انا بالنسبة للاحزاب انا ما يمكن لو قلت لي النهاردة احزاب ايه اللي موجودة. صحيح. احزاب كرتونية. ايه دورها؟ هل هو دورها بس اثناء الانتخابات الرئاسية وبتاع تلاقي بس يقول لك انا عاوز اترشح؟ طب ما فين دورها المجتمعي؟ ده هي اساسا دورها مجتمعي. لان جي اوز منظمات المجتمع المدني اين هي الان؟ اين هي؟ ما دي بقى تدخل في نطاق التوعيه. ما لو في زي ما قال الدكتور في كونتاكت بينها وبين الشباب هتستوعب زي ما قال برضو قبل كده نص الكوبايه فاضي. ان احنا ما مليناهوش هيجي الغير يملاه باحقاد وشغف افكار تانية. فبالتالي انا بامانه يعني انا بالرغم ان انا الوم كثير من الشباب عن انحرافات او تجاوزات الا انهم ضحايا بأمان. ضحايا في المجتمع. ضحايا في المجتمع. إهمال من مسؤولين الدولة. يعني لما نيجي نقول لك إيه إن قعد الوزراء أو بعض المسؤولين في ريسبونس تايم عنده أو سرعة الاستجابة أو الرد أو متأخرة شوية. ما هو أنت إن ما جتليش إن تايم خلاص مالكش لازمة. يعني ما ردتش إن تايم بتدي فرصة للشائعة تمشي والفكر المنحرف يستمر. فلازم يكون الشاب شايف قدامه أكتر من جهة يقدر يمارس عمله فيها ويقدر يمارس. يعني مثلا عفوا أنا رأيي مؤتمرات الشباب التي يعقدها وشرفها السيد رئيس الجمهورية في منتهى الجمال وبتطلع بتوصيات عظيمة جدا. أنا بتساءل لماذا لا تعقد مؤتمرات شباب على مستوى المحافظات كل محافظ واتعملت مرة يعني كده اتعملت وتطلع بنتائج وتوصيات وهذه النتائج والتوصيات يتم تنقيحها وصياغتها ورفعها للمؤتمر الشباب الرئاسي. هتبقى جميل. يبقى ده نبض مصر كلها. يبقى ده نبض مصر كلها. قدرنا نستوعب الكوبايه كلها بقى من فوق لتحت. ما فيش فراغ ومش هترك لهم فرصه. يعني انا عاوز اقول كلمه هتتقال وهتترفع يمكن انا عفوا بنقد او بعترض بس كلامي صح ولكن الاسلوب مش حلو. صحيح. فيتخذ عليا. لا يا شباب انا بقول لك يا حبيبي انا عاوز اسمع رايك بس باسلوب مهذب. انقد ولا تهدم. احنا بنقول ايه؟ انقد قول رايك بس بذوق وادب واخلاق. مش كده ولا ايه؟ ما احنا اتعلمنا كده. ولكن للاسف الشديد السوشيال ميديا نظرا لانها فيها بعض الكرايتيريا والخصائص اللي هي ايه
بتمنحك او بتمنح القائم بعمليه النقد او الهدم شيء من الامان النسبي ان هو مش هتقدر توصل لي، او مش زي مثلا الناس اللي هم الخارجين عن القانون اللي قالوا عملوا كليبات وعملوا لا بيتم رصدهم للعلم. يعني يطلع، يعني شفنا الفتره اللي فاتت كليبات للاسف الشديد حقيره جدا، وشفنا اشاعات جامده جدا. اداره مباحث الانتماء بتقدر تشتغل، اجهزه سياديه في الباب بتقدر تشتغل، بتقدر توصل لهم للانتماء. انما ايه، انا مش عاوز اخليه اتركه يروح للجهه دي. لابد احنا كدولة او كمؤسسات دولة نتواجد على السوشيال ميديا، زي ما قلت لحضرتك ان 48% من المتصلين بالاعلام عبر السوشيال ميديا. اين نحن؟ اين نحن كدولة؟ في تعقيد برضو يا ست اللواء بسيط، احنا شفنا برامج كتير موجودة على السوشيال ميديا وبرامج كتير موجودة، وشفنا لما دخلنا عليها لقينا بتهدف لافكار طبعا كلها رجعيه وافكار سلبيه. شفنا اطفال صغيره وبنات بتطلع بتقول على برنامج اسمه كلو كولر وحاجات من كده، طريقه سخيره وطريقات. انا اقول لحضرتك حاجه، عفوا، لما بقول كلمه ان اولادنا وشبابنا مستهدف، يعني باوجز، انما عاوز اقول لك ايه بقى، مستهدف من خلال ايه بقى؟ بيطلعوا له جيمز العاب الكترونيه تدعو للعنف، تدعو لفكر متطرف. يعني انا مثلا اليومين اللي فاتوا كنت مع احفادي واولاد وبتاع بشوف كده، تصدق يا استاذ سامي مثلا كل الاطفال يقول لك ماسنجر، هالك، سبايدر مان، في الحوت الازرق ولا اسمها لا لا لا، الشخصيات دي سبايدر مان مش عارف ايه كلام. الله، فين القدوه بتاعتنا احنا كعرب؟ فين القدوه؟ فين الرجال بتوعنا؟ حرب اكتوبر والعظام والاسماء الجميله دي كلها، ما اين يعني اتعرض فيلم مثلا ممر مثلا في خلال الفتره اللي فاتت دي كلها او النهارده كان بيتعرض؟ الناس كلها بتثني على هذا الفيلم الجميل لانه جه في وقت كانت الدراما وصلت لمرحله هزيله والاعلام مش قادر يصل، فده جه صح الناس وشاف ان احنا عندنا ابطال وعندنا. انا عاوز بقولك استهداف الاطفال والشباب، عاوز اديلهم القدوه الحسنه في كل شيء. اتواجد على اليوتيوب، اتواجد على السوشيال ميديا كلها، اتواجد على تويتر، بحيث ما خليش الشاب يفتح اليوتيوب، يفتح تويتر، يفتح الانستجرام، يلاقي كلها ايه، جيمز اجنبيه، جيمز انحرافيه، اباحيه، حاجات من دي. طب ما دي هتشغله، مش كده ولا ايه؟ هتشغله، ومين اللي هيوعيه؟ دي بقى النقطه الهامه جدا. لازم الشباب والاطفال يعرفوا، والاسره والمجتمع، احنا في عصر المعلومات. المعلومه النهارده يا استاذ سامر ايه هي؟ السلعه، اسمن سلعه في هذا الزمن المعلومه، اسمن من البترول والذهب، لان الذهب يتناقص بالاستخدام او البترول ينضب بالاستخدام. تعرف بقى ان المعلومة السلعة الوحيدة التي تزداد قيمتها بالاستخدام، يعني كل ما نتكلم في معلومة الفيدنج بتزيد. فالنهاردة المعلومات دي هي سلاح العصر. فبالتالي انا عندي اكاونت، انا عندي بيج، بحذر شبابنا اولادنا لازم يكون لك فكر معين ازاي تحمي الاكاونت والبيج بتاعتك ومعلوماتك الشخصية، وازاي تحمي دولتك. كل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة ووكالات الاستخبارات العالمية كلها صديقة وعدوة، بتستهدف شبابنا، شاب صغير أو شاب في مكتب العمر أو بتاع، يا إما جيمز يبعتوا له جيمز يدخل فيها أونلاين ويلعب. أخطر حاجة بيلعب أونلاين، الأونلاين دي ممكن يبقى فيها عملية ابتزاز جنسي وابتزاز الأطفال، وممكن تاني إن هو في الأفكار اللي تبث عبر هذه الويب سايت تبقى مشكلة بالنسبة له جدا. فمش أي حد، لكل واحد بنقوله أي حد يقولك يعمل لك ريكويست إنك أنت تقول تضيفه. أنا ما أعرفش مثلا، عفوا، الدكتور هشام أنا ما شفتوش ما أعرفوش، ويمكن أنت حضرتك جربت، أنا الدكتور هشام كذا كذا كذا، رئيس مش عارف إيه، مجلس إدارة كذا، أنا شفته على الإنترنت، أقول له أهلا يا دكتور وأتعامل معاه وخلاص واثق، أنا ما شفتوش ما أعرفوش. طب ما انا ممكن محمود الرشيد اهو اقول انا الدكتور محمد علي جمعه اللي هو مش عارف ايه اللي ايه، وبعد الجرح لان انا جه معايا نفس الموقف. طيب، وكنا على السوشيال ميديا ونزلنا اعلان اللي احنا محتاجين عامل بوفيه، وبالفعل اتصل بينا على كلو كولر ومستشار محمود ابو العزم، وقال لك احنا، انا المستشار محمود ابو العزم وعندي ولد عايز طالع من دار ايتام عايزين ان احنا نشغله. فبالتالي تعاطفنا مع الولد وشغلناه، بعد ما شغلناه 15 يوم
سرق الكاميرات وسرق العربيه ومشي. فطبعا دي حاجه احنا بنقولها وشايفين ان هي حصلت بالفعل، عشان كده احنا بنقول عايزين نحمي اولادنا وعايزين نحمي شعب مصر من الفتن وعايزين نحميهم من النصب اللي موجود على السوشيال ميديا. ورساله بقى اخيره للدكتور هشام نقولها للشباب، نقول ايه؟ صحيح، رساله للشباب ان الشباب هم قوه الاوطان، وكل حكم رشيد لابد ان يتم يستخدم طاقات الشباب في الاشياء الايجابيه وليست السلبيه. طبعا الحاجات كتيره، خدوا من 6 اكتوبر من النهارده نبراس امل كيف استطاعت الدولة المصرية في أحلك الظروف أن تمر من مرحلة اليأس إلى مرحلة الأمل، كما قال سيادة الرئيس السادات في خطابه الشهير اللي كلنا طبعا بنعتز به وربنا يرحمه. تمام. رقم 2، أن فعليا قطار الحياة السياسية في مصر انطلق. انتوا بتقولوا ان في ركود في الحياه السياسيه في الدوله المصريه، بقول لكم لا، القطار انطلق. احنا عندنا استحقاقات انتخابات في شهر 1 ممكن للشيوخ، بعديها ممكن المحليات او النواب، بعديها فرصه موجوده للشباب. فبدات القطار تختار الطريق الصحيح دي، انطلق ولازم تنضم لاي كيان حزب عشان خاطر تقف مع الحزب بتاعك في استحقاقاته المتتاليه، هو هيقف معاك في لما انت تنزل انتخابات. لان بالمناسبه طبعا واللي كل مره بنقول عليه، احنا عندنا حوالي 17,000 مقعد لسن من 21 سنه حتى 35 سنه. اشكرك يا هشام، دي كلمه اخيره لسياده اللواء، نوجهها رساله اخيره طبعا للشباب. انا بقول لحضرتك بقول لك ان اطفال اليوم هم شباب الغد، وشباب اليوم هم ايه؟ رجال غد. ودول قوام الباك بون بتاع مصر كلها، وعاوزين يفهموا كويس قوي ان مصر دي وطن يعيش داخلنا في قلوبنا، وليس وطن نعيش فيه، وليس وطن نعيش ويعيش في قلوبنا، وبالتالي نحافظ على بلدنا ونعرف ان المعلومات النهاردة هي اقوى سلاح وبنحارب به، ولا بد ان نحذر تماما من اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت في تسريب اي معلومات، لان نسبة الامان في شبكة الانترنت والسوشيال ميديا زيرو. ناخد بالنا كويس. احنا بنشكرك وطبعا اسعدنا النهارده لقائك، واحنا بنقول للشباب برضو من ضمن صوتنا لصوت هشام بيه والست دوا، بنقول لهم خلوا المعلومه اللي انت بتاخدها من على السوشيال ميديا فكر فيها قبل ما تاخدها، فكر فيها قبل ما تاخدها 1000 مره، وفكر في المعلومه شوف مصدرها فين قبل ما تشيرها، لان انت بتشيرها غيرك بيشيرها بتنتشر المعلومه، اذا كانت هي شائعه بتكون بالسلبيه. فاحنا بنقول خليك ايجابي وفكر، وبنقول لكم في نهايه كل حلقه طبعا بنشكر ضيوفنا، بنشكرك يا ست اللواء، بنشكرك يا هشام بيه. شكرا. اللي بيحب مصر يخاف على مصر، ولا اللقاء في حلقه قادمه.